9 سنوات مرت على تأسيس قناة الرشيد الفضائية، وفي يوم 6 من كانون الثاني أوقدت شمعتها 10، وكلما أطفأت شمعة أوقدت أخرى، وازدادت الرشيد لمعانا وتألقا. غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني، في عيد ميلاده عساها 100 عام. نافست، ثابرت واجتهدت لتبقى طوال 9 سنوات في مصافي القنوات الأولى، حافظت في خلالها على خطها الوطني وقربها من الشارع العراقي. في ذكرى تأسيسها تطفئ الرشيد شمعتها 9 وتبدأ عاما آخر تعهد فيه مشاهديها على الاستمرار في تقديم الأفضل. أجمل التهاني وأطيب الأماني أولا لمؤسس قناة الرشيد الفضائي الأستاذ سعد عاصم جنابي، ولإدارة هذه القناة العريقة، ولكادر القناة بمناسبة إطفاء الشمعة 9 ودخولها في العام 10. نهنئ قناة الرشيد الفضائية، القناة العراقية الوطنية، وكادرها المتميز الذي كان له الدور الكبير في هذه الانطلاقة وهذه الإطلالة، والذي تزامن مع هذا اليوم المبارك. كل عام والرشيد بألف خير من مؤسسها الأستاذ سعد عاصم الجنابي والأستاذ علي الجنابي، وأيضا مدير عام الأستاذ علي بابان وكل العاملين فيها، وأيضا لا ننسى المرحوم طالب بحر فياض مدير عام السابق لقناة الرشيد، واحد من الأعمدة التي كانت سببا في أن تصل هذه القناة إلى ما هي عليه الآن. كل عام وبيتنا إن شاء الله يا ربي عامر بإبداع أهله، بإبداع الكادر طبعا، يعني إن شاء الله يا ربي سنة 10 تكون إضافة للبصمات اللي تركتها قناة الرشيد. بفرح غامر استقبل موظفو الرشيد هذه الذكرى، متمنين أن تظل منبرا يفكر بصوت عال مع مشاهديه، ويطمح دائما لأن يكون صوتهم ومرآتهم. قناة الرشيد اللي هي نعتبرها بيتنا الثاني، وجميع الموجودين بها هم عائلتنا حقيقة، يمكن نشوف أخواننا بالقناة أكثر مما نشوف أهاليتنا بالبيوت. أنا أحب أهني أخوتي وجميع العاملين في قناة رشيد الفضائية، سواء إحنا كقسم مراسلين، وبداية يعني أهنيك وأهني كل أخواني محمد سعد مسؤول مراسلين، وأرشد وعلي حميد ومصطفى وغيث وكل الشباب، أتمنى لهم الموفقية والإبداع. اليوم قناة رشيد لها بصمة بالشارع العراقي، حل اليوم إحنا من نمشي بالشارع والناس يستقبلونا استقبال حار. قناة رشيد محبوبة يعني كل الناس. هني رشيد، كل عام وهي بخير، وإن شاء الله السنة 10 المزيد من العطاء كما عودتنا إحنا كفريق العمل وأيضا للمشاهد العراقي. كل سنة وكل عام وإحنا وأنتو بألف ألف خير بمناسبة إيقاد الشمعة 10 لتأسيس قناة الرشيد الفضائية. إنجازات كثيرة حققتها في أعوامها 9، رافقت مشاهديها في فرحهم وحزنهم، ولم تتوانى يوما عن نقل الحقيقة كما هي وفي أي مكان، وكانت ثمارها ثقة وقبول كبيرين من الشارع العراقي، دفعها دائما لأن تكون على قدر ثقتهم وتواكب التقدم الإعلامي، مفتتحة هذا العام بتغيير حلتها وبداية مرحلة جديدة على كافة المستويات. وهي توقد سنتها 10، توعد قناة الرشيد مشاهديها بالمحافظة على النهج الذي عودتهم عليه والتمسك بحسها الوطني، مشوار طويل من التميز والنجاح تسر فيه الرشيد على ملاحقة كل جديد ومواكبة الشارع العراقي. من بغداد، لميس عبد الكريم، قناة الرشيد الفضائية.